كارول سماحة تنفعل بشدة بعد استهداف العدو الإسرائيلي لمدينة بعلبك، وما قالته يدمي القلوب. حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي كل من هم في بعلبك تحديدا، يعني في البقاع الشمالي في بعلبك ومحيط بعلبك، هو عدد كبير من قرى وبلدات محيط بعلبك وكذلك بعلبك، حذر أن يقوم جيش الاحتلال باستهدافها وطلب من المواطنين. بعد استهدافه مناطق وبلدات في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، بدأ العدو الإسرائيلي بشن غارات عنيفة على مدينة بعلبك والقرى المجاورة، محدثا دمارا هائلا. من هنا عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن غضبها مما يحصل ومن ممارسات العدو الإسرائيلي والإجرام الذي يقوم به بحق لبنان واللبنانيين والمدن والقرى اللبنانية، إذ كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة إكس: بلدنا الهياكل والأثار والثقافة والحضارة، بلدنا الماضي والحاضر والمستقبل والتاريخ، وهن لا ماضي ولا حاضر، وإن الله راد لا مستقبل، تاريخ ضياع وتشتت وقتل ودم وإجرام. وتقيموا أينما شئتم ولكن لا. على صعيد آخر، كان قد كشف الفنان والمخرج اللبناني جاد شويري عن سجال حصل بينه وبين الفنانة اللبنانية كارول سماحة، وذلك أثناء عملهما على كليب أغنيتها مش هعيش. وكتب جاد على صفحته الخاصة عبر منصة إكس: بال2020 تشارعنا شوي أنا وكارول سماحة بالسياسة، نحن وعم نصور مش هعيش بباريس، وقالت لي أكيد ما فيك تعتمد على أقوال الميديا الغربية الممنهجة، بقي الموضوع براسي لأنه بحترم دماغ كارول مثل ما بحب فنة، وكل يوم من بداية الحرب بالقطاع تقطع عبالي هالجملة قدي كان معها حق. مش هعيش بمومخ بأسقع برد مثل العادة بفرنسا مع جاد. هلو جاد، ما شو عم بدك دني؟ ما بقى فيك، كيف عم تقدر تصور؟ انا المهم بعطي. ما عم نصور، وقفنا تصوير. ليك الكرفان اللي بيجي. وحرصت الفنانه كارول سماحه على الرد على جاد شويري وكتبت: صحيح جاد، بتذكر كتير منيح، وانا بقدر انفتاحك وتقبلك لاراء الاخرين، للاسف الموضوع زاد عن حده، الإعلام بالعالم كله متواطئ بالتضليل وتغيير الحقائق وكل المعطيات لصالح أجندة واحدة وطرف واحد. من ناحية أخرى، كانت علقت كارول سماحة على استهداف مبنى في منطقة الغبيري من قبل العدو الإسرائيلي في وقت سابق، إذ كتبت تغريدة على حسابها عبر منصة إكس قالت فيها: جبناء، كل ما فشلوا بالغزو البري بفرغوا حقد وإجرام على المدنيين ببيروت. ستنتهي الحرب ويتصف. وختمت كارول تغريدتها بالقول: صهاينة شياطين ما بيفهموا غير بالتخريب والتدمير. نحن الواقفين على خطوط النار بيروت. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها كارول سماحة العدو الإسرائيلي، إذ كانت قد كتبت أيضاً: من سنة لليوم وتحت حجة الدفاع عن النفس، العدو الصهيوني مكمل بمشروع التدمير والذبح والتطهير. وأضافت: اللي عم بيصير بلبنان والمحرقة البشرية اللي شفناها بعيوننا مبارح بالقطاع وسكوت العالم على الإجرام اللي عم بيصير بالمنطقة منه إلا من علامات انتهاء الإنسانية.